يعني منذ رحيل هذه الراهبة الراهب بين مزدوجين ويحط في مطار بيروت لزيارة أسبوعية. وما 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 يحدوني الآن إلى القول هو أن ليس هذا جثمان القديسة مارينا فحسب، هو يحمل معه ذاكرة بخور، يحمل معه عطر 17 بطريركا دفنوا إلى جانبها. هي مئات من السنوات تجمعت وتكدست وتراكمت في أوراق، في وثائق، في مشهديات، في كتب بحثنا عنها، عن سر مارينا، عن خطيئة تطهرت بها وهي طهرتها، وها هي تأتي لتزورنا على وقع التراتيل، على وقع أنغام سماوية، ترحب بقدوم هذه الراهبة القديسة. هي التي لم يلمسها اللبنانيون، ليس لديهم ذخائر تعود إليها في وادي القديسين، إلا أن أثرها لا يزال مدموغا هنالك، حيث عمرها وحياتها وصباها أمضتها في العراء في القفر على غرار مارمرون الذي فتح قداسته وتنسكه للسماء الزرقاء وكان يسير ويعلم. هي بدورها براهب، بزي راهب شاب، لبست وسارت تحت الشتاء تحت انهمار دموعها وفي ظل برد وصقيع. كان على يدها طفل ليس ابنها، إنما رحمها التي لم تنجب ذلك الابن أنجبت محبة وعطاء وتضحية لم يفقها تضحية على مستوى الفتيات آنذاك، كونها كانت الراهبة الراهب الأول الذي يتسلل بخطيئة الكذبة إلى الدير، وما أنعمها وأجملها كذبة آنذاك. موسيقى قوى الأمن الداخلي ترحب رسمياً بجثمان القديسة مارينا على إيقاع سلام سلام. ربما الآن القلوب والعيون تنده وتقول مارينا مارينا مارينا، أغمرينا بهذه اللحظة التي ترسين فيها بلبنان ونمسح فيها عن تابوتك زيتا نتخايله ولمسة نودها أن تعمم على لبنان، علها تبرئه من الكثير من خطاياه. إذن الحضور الرسمي، وزير الخارجية، ممثل غبطة البطريرك المطران جوزيف نفاع، حضور من البندقية من المونسينيور جون ماتيو، ومن خور رعية المارونية في روما توني جبران، فضلا عن لفيف الكهنة الموجودين الأب عبدو بوكسم، وكثير من الناس الذين توافدوا ويعتبرون أن الحج اليوم يبدأ من مطار بيروت. جثمان القديسة مارينا سيكون له عبور في الطرقات، أو ربما اليوم طرقات لبنان ستعبر به. هي التي انكفأت في مغارتها، لبنان كله سيتحول إلى مغارة يرسم طريقها وينادي على وادي قنبين، على النسائم البعيدة من مئات السنوات تلفح طرقات تعبر بها مارينا وتتوج مسيرتها، تبدأ اليوم وتنتهي بعد أسبوع، ونحن اللبنانيين نأمل أن لا ينتهي هذا الأسبوع إلا لكي تعود التدابير بروتوكوليا وكنسيا، لكي تنادي على جثمان هذه القديسة كي يكون حاضرا بيننا. ومن يعرف الحكاية
يعرف بعد قداسة مارينا، هي من حملت صليبها تحت جبتها، هي من أخفت عذابها متسترة بزي راهب، وقبلت أن تكون أبا لابن هي ليست حتى أمه، إنما أعطته الحنان المزدوج لأنها تحملت وزر خطيئة الآخرين. إذن من مطار بيروت الدولي إلى كل لبنان، إلى الشمال، إلى المقر الصيفي للبطريركية، حيث البطريرك الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي يترقب وصول جثمان القديسة مارينا، وهو سيكون ليلا نهارا أمام الناس، أمام الحجاج، لكي يتبركوا منه، علما أن على وجه القديسة مارينا قناعا وضع، وذلك لإخفاء معالم قديمة ترسبت على وجهها، وحتى يتمكن الناس من التقرب منها والتبرك. إذن حتى صباح الجمعة سيضيء جثمان القديسة مارينا من غياب مئات الأعوام الديمان، قبل أن ينقل إلى واد المقدس، إلى حيث النساك والرهبان وتاريخ مرمرون، إلى حيث العذابات التي تعذبتها القديسة مارينا، وقد ترجمت بالفيلم أخيرا. معك كارمن بصيبس. كارمن، نحن عم نشوف الصور وعم نشوف بعينيك لمعة فرح. بدي أقول بتتخيلي أنه هالعذبات يلي مثلتيها هي هالقد عشتها؟ شفنا مشهد تحت الشتاء تحت البرد ومثلتوه حقيقة بهيك اللحظة. شو كنتي عم بتفكري؟ كيف قدرت تحمل هالصبي؟ أنا وجعني قلبي على هالطفل اللي كان عم بيصرخ. هذه اللحظة التي عشتها، تعرفي قد ايه عشت قد مضروبة بألاف اللحظات؟ يعني قد ما أقول لك قديش معقول جربت أنه جرب عيش الدور مثل ما هو أو بحقيقية، أكيد ما فيي أعمل مقارنة لشو معقول تكون القديسة مارينا عاشت بوقتها وأنواع الظلم يلي عاشتهم. بس بنفس الوقت قد ما العوالم كانت حقيقية حوالينا، وقد ما العوالم الطبيعية والمكان نفسه اللي انحطينا فيه واللي مثلنا فيه كلنا كممثلين، قد ما كانوا هالأشياء حقيقية كلنا طلعنا حقيقية بتمثيل، وكنا ما عم نمثل، يعني كنا عم نعيش الدور قد ما فينا، وعوالم الطبيعة يلي كنا بالأول إذا بدك عم نحاربهم، بعدين صرنا عم نتعايش معهم وعم نخليهم يساعدونا لنمثل بطريقة مزبوطة. عدت كتير مشاهد كارمن بصيبس، وتحديدا مشهد لحظة يمن الله على مارينا كي ترضع ابنها، يعني بالنهاية اللي هي فرض عليها أو هي طلبته بطريقة أو بأخرى. خلينا نقول أكيد عدنا كتير مشاهد، في كتير مشاهد عدناهم خصوصي بأنوبين، لأنه وقت بدك تتعايش مع ظروف الطقس، بدك تنطر التلج المزبوط يطلع بصورة حلوة، وفي كتير وهيدا هاللحظة بالذات اللي عم تسألني عنها بكيت من قلبي بهذا المشهد. ما بعرف عينيك وين راح وتطلعتي أنا... بأي سماء، بأي فضاء، ما في سقف فوقك إلا الفراغ، إلا الأزرق. صح. يمكن صح. فكأنك فعلا كنت مارينا يلي عم تشكر الله، ويلي هي اليوم هي شفيعة المرضعات أيضا، يلي بيتمنوا أنه يصيروا يقدروا يكون عندهم هذا الحليب وهذا الإنجاب حتى يكون في أولاد بين إيديهم. بهاللحظة شفنا بعينيك نظرة إلى أفق بعيد. هيدي اللحظة بصراحة يعني عم بقول لك، يعني نحن وعم نصور هذا المشهد نزلوا دموعي لحالهم، لأن أنا انحطيت بموقف بالتلج عم نصور هذا المشهد، وأنا في رضيع بوجهي، وتخيلت حالي أنا اليوم بدي أمسكه وبدي أهتم فيه. كنت حاملي رضيع بهيك اللحظة؟ كنت حاملي رضيع بهيك اللحظة؟ وأنا بمجرد ما كنت موجودة كنتوا قاسيين أكثر من الرهبان ما كانوا قاسيين على مارينا. بس بكل صراحة كتير اهتموا، ودايماً الكونديشنز اللي انحطت للولد، الظروف والشروط اللي كانت موجودة، دايماً في دفى، في أكل موجود دايماً، يعني كنتم أمنين. هولي المشاهد بالذات جربنا نصورهم بسرعة وقت يكون في رضيع معنا.
يعني. نعم برجع لك استاذ منير، كونك مخرج وبترسم المشهدية، هل كان في اسقاطات بهالفيلم؟ شو بتعني بيعني هل كان في بالقصة تطوير بنوع آخر؟ هل نهاية الجد هي هيدي هي النهاية لازم نشوفه ونفكر انه انتحر او انه اختل توازنه بمكان من بعد ما اهتمت في مارينا كل هذا الاهتمام ونطر ابنه وما شافه الا للحظة واحدة؟ ليش بده ينصاب بهذا الرحيل بالآخر؟ يعني ليك هو احنا بحضرة القديس عظيمي الرؤية تبعه ل جيد زور هارد. معلش بدي استأذن منك استاذ منير، بعتذر لنسمع الشيء اللي عم يصير بالمطار. نعم. بالفعل مهم جدا. هل أمي بسلام؟ هل أمي عالق التراب الذي ضمك منذ 1500 سنة؟ تراب الأرز، تراب العز، تراب الشرف، أرض القديسين، عانقي رفاة البطاركة الذين عاشوا في هذا الوادي المقدس من جبال لبنان الأبي. باركي أرضنا، عانق القديس شربل والقديس رفقة والقديس نعم طل الحرديني، أنتم حافظتم على لبنان الرسالة، أنتم حافظتم على لبنان القداسة، أنتم جذور هذا الشرق. أترك الكلمة لسيادة المطران جوزيف نفاع المعاون البطريركي على منطقة الجب وصغرتة، مرحبا بمعالي الوزير جبران باسيل ابن منطقة القديس مارينا. نرحب بكم جميعا أصدقاء أحباء أخويات رهبان وراهبات، نرحب بكل الذين تعبوا معنا لكي تأتي هذه القديسة العظيمة إلى لبنان. أشكر الأستاذ فيليب زيادي وأشكر المونسنيور توني جبران خادم الرعية المارونية في روما والوفد المرافق من الكنيسة التوليانية، والشكر موصول طبعا بداية ونهاية إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أبينا السيد البطريرك مربشار بطرس الراعي الكلي الطول سيدنا الفضل. نحن واقفين هلأ بلحظة تحقيق الحلم يلي صار له فترة طويلة، صار له سنين عم نسعاله عم نحضره وعم نتعب كرمال اليوم نلتقى بهاللحظة. فيني أقول عنا لحظة تاريخية، وقت اللي بوقف وبشوف قديش العالم كله متمسك انه يكون عنده تخيري من لبنان وبيجي الوفد معه طيحافظ عليها، مهتمين فيها بإيطاليا أدنى وأكتر شوي، هيدا دليل قديش تراب لبنان غالي ومقدس، وقدي العالم كله بيعرف انه هالأرض هي أرض القداسة. يا ريت نحن كمان اليوم نوقف ونرجع نتذكر أهمية بلادنا وقديش هي مميزة بعين الله ولازم تكون مميزة بعيننا. وكمان وقت اللي منوقف قدام القديسة مارينا لازم نعرف انه تاريخنا ولا يوم كان تاريخ سهل، كل عمره تاريخ صعب، لكن اللي عم نعيشه اليوم منه شيء جديد على أرضنا، نحن منا بحال أسوأ من جدودنا. لذلك مارينا اليوم عم تدعي كل واحد منا يضل مآمن بأرضه ومآمن ببلده، وما تكون الصعاب قدامنا هي مجال تنفل ونهرب، لبل نضل متمسكين بهيدا التراب لأنه البلد بلد رسالة والقديسين حاميينه. مارينا جاي اليوم تتبارك كل إنسان بلبنان، كل إنسان بدون استثناء، هي اللي حبت الكل حتى اللي ظلموها واضطهدوها. بركتها رح بتكون على كل إنسان بيطلب هيدي البركة، وإن شاء الله بتكون مجال جديد إنه لبنان يرجع لبنان اللي منحبه، لبنان الأمان والسلام لكل أبنائه والازدهار لكل إنسان عايش فيه أو بحط أجره فيه. شكرا معالي الوزير على وجودك وترك الكلمه لك. اليوم في بركه جديده حلت على لبنان
على شعبه وعلى أرضه. لبنان بلد البركات والنعم. بعودة القديسة مارينا إلى أرضها اليوم لبنان عم بيستعيد نعمة من نعمه. أنا اليوم بزيادة عن وجودي هون بانتمائي وبإيماني، أنا اليوم كوزير خارجية جاي على أرض المطار استقبل قديسة مغتربة من لبنان. هالقديسة رد على لبنان شاب كمان مغترب من لبنان، شاب طلع لبرا ورجع رجع معه نجاحه على لبنان. مثل ما هالقديسة طلعت من أرض لبنان أرض القداسة راحت نشرت القداسة بالعالم ورجع اليوم ترد القداسة على منبعها على أرض القديسين. هيدي الأرض يلي قاومت كل سنين واستمرت، هيدي الأرض اليوم عم بتقلنا نحنا منستاهل إننا نبقى فيها، ونحنا بدنا نضلنا نشتغل كلنا سوا كلبنانيين تنحافظ على وطننا وعلى أرضنا، والأهم نحافظ على إيماننا بهالوطن هيدا، ونشتغل كلنا سوا تنرد من تشريننا ونحافظ على أيامنا ونرد للبنان وهجه وأيامه الحلوة. شكرا سيدنا، وشكرا للمونسينيور جبران يلي ساعدوا لفيليب ابن الكنيسة مع ابن الانتشار لجمعوا الكنيسة والانتشار للبنان يكون أعظم وأكبر. شكرا. أول أمر سيدنا، نحن رح نختم بصلاة موجودة بين إيديكم كلها سوا. من بعد ما نختم بالصلاة رح نحمل الجسمين إلى خارج المطار ونمشي بالموكب حسب البرنامج المعد له. نحن ما نشكر الأجهزة الأمنية كلها اللي عم ترافقنا اليوم، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، جهاز أمن المطار، جهاز الأمن العام، وكل الأجهزة يلي سهراني حتى تطلع هالزيارة زيارة مباركة وموفقة. إذا بتقولوا سيدنا رح يبلش بالصلاة معكم، كل الصلاة بإيديكم. بسم الله. بدي أشكر وسائل الإعلام يلي عم ترافقنا كل هالنهار ورح ترافقنا كل هالأسبوع. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيتها القديسة مارينا، يا من شغفتي بحب المسيح وتحليت بالطاعة والخدمة وعيش الفقر والبساطة، تشفعي للكنيسة كي تبقى شاهدة لهذه الفضائل الإنجيلية. يا من لبست حلة الصمت والوداعة وتقبل الظلم، تشفعي للمظلومين والمضطهدين كي ينشروا على مثالك ملكوت الحب والغفران. يا قديسة من لبنان، تشفعي لوطنك حتى نحيا ونعمل بحسب الإنجيل يدا واحدة في سبيل الخير العام وكرامة الإنسان. أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومبارك صنم أمك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا وحيدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. وبشفاعة القديسة مارينا قديسة لبنان وقنوبين، فليباركنا الثالوث الأقدس ويبارك بلادنا والمسؤولين فيها وجميع العاملين لخيرها وكل الشعب اللبناني، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. أمين. ألف شكر معك. صحيح.
إذن في هذه اللحظة وبعد الصلاة في أرض المطار جثمان القديسة مارينا الكامل كما نراه من هنا نحن يحمل على الأكتاف في مسيرته وحجيجه من بيروت مرورا بالطرقات وصولا إلى الشمال الديمان وبعدها إلى وادي قنبين. ونحن مستمرون عبر الـ LBCI في هذه التغطية المباشرة وأستكمل حواري مع ضيوفي في استوديو كارمن بصيبس ومنير معاصري. وما بعرف إذا مثلي لاحظتوا أنه تقلى شمعون يلي هي موجودة بأرض المطار وهي موجودة يمكن هلأ بأرض النوبين حسسة أنا نزلوا دموع وما عم بتصدق من الفرحة إذا كانت أمام بداية أو نهاية. ست تقلى شمعون بحييكي. ايه انا بحييك بس باني مأثرة هلا شعور غريب شعور هيك بكبر القلب بيرجع الثقة بكنيستنا بوطننا نعم. بأرضنا نرجع أكثر وأكثر نغفر من تاريخنا من تقليدنا من حضارتنا نحب نحن اللي ربينا عليه ما نرفض اللي ربينا عليه ما نروح نلبس ثوب غيرنا لا نحب حالنا مثل ما نحن ربينا هذا هيك. نحن اليوم نعم هالانتظار الطويل خلص اليوم بتعتبري ولا عندك بداية جديدة؟ حضرتك والأستاذ توني فرجلا كان عندكم شوق وتوق لأنه تصير هالزيارة واشتغلتوا على الفيلم مطولا حتى انعرضت مشهديته قدام كل الناس. أنت اليوم بأي لحظة بنعتبر بلشت الحجيج ولا بعد في مارينا بدها تكمل جوات تقلى علما أنه دورك كان ضد الرهبان وكان عم يبين قديه هن خطيه وحتى حملتيها لإلها الخطية. ايه انا دوري بالفيلم هو عكس ما دوري بالحياة. نعم. انا بنت كنيسة وربيت ببيت كاهن وربيت على الايمان ومثل غيري يمكن صحيح. يوما ما رفضت الايمان التقليدي البديهي اللي ورثني اياه بي وحبيت اعمل الثورة تبعي لانه ممكن انكر حتى وجود الله لرجعت بعدين اتحدت فيه بحب خالص بثقة عمياء وقلت له أنا بين إيديك نعم. وهيك شو بدك اللي تعمل ما بعرف قديه القديسه مارينا هلأ رح تغير رح تغير بالوطن إن شاء الله يا رب نعم. يشهد ولادة حكومة يشهد قيامة وطن يشهد اتحاد شعب بكل أطيافه بكل انتمائه بكل إيمانه نرجع نكون بلد التعايش مثل ما نعم. لازم نكون منارة لغيرنا نحن منتمنى أنه تكون بارقة أمل دائمة بلبنان ومنتأمل أنه حضرتك بنت الكاهن فعلا ترجع تتجذر فيكي من خلال هالسيرة الطويلة لمارينا وأكيد حضرتك بنت كنيسة قبل أن تكوني ممثلة. شكرا تقلى شمعون ودموع الفرح اللي عندك هي عم تتغرغل جواتنا بحيوكي منير معاصري وكارمن بصيبس رح كمل الحديث معهم. أستاذ منير يعني كنا وصلنا عند مشهد الولد وعند مشهد العجيب اللي من فيه الله على القديسة مارينا. حضرتك كنت عم بحكيك شوي عن الرحيل عن لحظة فقدان الحياة بالنسبة للجد أي أمانة بتعتبر أنه كان ترك مارينا بين أي إيدين هو بين إيدين البي اللي وصل آخر لحظة هو لك أنت عطيت كلمة إسقاط نعم. بالنسبة نعم. طبعا هلأ تون مستقبلين معالي وزير الخارجية الأستاذ جبران تعطيني أشخاص حبين يمكن من هلأ من هاللحظة يلي أنا موجودة بهالتليمير مباشرة يكون في أشخاص تبلش تحكي نعم هي نعم. هي تشتغل إن شاء الله تقريبا مثل كأنه توني حابب كان يحمل البنت اللي تركته لحتى تروح نعم. مع الشاب اللي بتحبه اكيد كان في حب البدايه عند طبعا مارينا. طبعا هون نحن بنعرف فيما بعد انه مش هي اللي تركته كتير فائد الذاكره نعم فائد ذاكرته صحيح بقى مشان هيك هو وقت اللي شاف ابنه كان في من تسليم الأمانة احساس طبيعي انه يروح وراه يعني وطبعا ويوقع يعني انه بهالبساطه هيدي ما هيدي هي تراجيديا بالنهايه نعم
نعم، نحن قدام تراجيديا كبيرة بالواقع، وخصوصي لما ينتهي الفيلم وما نشوف لحظة وفاة القديسة مارينا. وعدني توني فرجالة وقال لي إنه في جزء تاني إذا الله راد، هو عن هذا الابن شو صار بعدين مصيره، إن كان ترهب ولا لا، كيف عايش، مين يلي كفى تربيته، لأنه ما ماتت كتير كبيرة، ماتت صغيرة حسب الوثائق مارينا. أستاذ منير، حضرتك مش أول تجربة دينية لك بالتمثيل، شو الإضافة؟ لا مع مارينا، لا الإضافة مع مارينا هي كانت أو مورينو مورينو هي هيدي تجربة دايما لما أنت تتقمص شخصيات هالقد كانوا فيهم طهر من الداخل، بتحس حالك قداش أنت إنسان معبى بالخطية يعني قدامهم. بس تتطهر برأيك وقت التمثيل؟ لك هني ما في شك بيرجعوك بيجبروك لترجع لذاتك. نعم بيجبروك، يعني أنا مرقت بهذه التجربة من زمان مع القديس شربي الوقت اللي عملنا المسرحية. نعم. كنت كل يوم أخذ 3 ساعات تحضير لحتى أقدر أنا فوت من هالخاطئ اللي هو بالشارع لحتى فوت لعتبة المسرح وأقدر فوت بملابسه ولا لشان. هي في نوع من العذاب ما في شك بالنسبة للممثل. نعم. هي ما عملية إنه بس تمثيل يعني. بالنسبة لإلك كارمن بصيبس، هل مورينو كان أقوى بداخلك من مارينا؟ هل اكتشفتي قدرات عندك بإظهار الراهب أكثر من الراهبة؟ لأنه بالنهاية باللي عم نشوفه راهب نحن كل الوقت. هن كملوا بعضهم إذا بدك، يعني مورينو بالآخر من جوا مورين. نعم. ومورين كمان في شيء جواتها بدت عم بتحارب كانت هالمجتمع الذكوري بوقتها، فكمان هي نوعا ما مورين، فالتنين كملوا بعضهم. ونحن عم نصور الفيلم اجت هيدا الشغله بطريقه بسيطه تلقائيه. نعم. ما اخذناها بطريقه بسيطه ومثلناها بطريقه بسيطه. وهون كمان بيجي دور المخرج توني فرجالة، انه دارنا اكيد يعني كان في ديريكسيون داكتور وساعدنا يعني لحتى نقدر نطلع صح. توجيه المخرج لك، بس انا بدي اسالك لحظه الصمت امام هالمحاكمه، ما كان بدك تصرخي وتقولي انا فتاه؟ بلا، كان بدي تعتقدي انه اخطات بمكان ما تخبر عن حالها، حتى كان فيها بلحظه تبرئ نفسها مارينا؟ هذا الفرق بيني وبين القديس، انا ككارمن كنت بدي صريخ. نعم. انا كانسانه يمكن ما كنا وصلنا لهالمشهديه اليوم بالمطار. صح. ما كان عندنا القديس مارينا. صح. يلي قدرت حملت هذا الوجع، حملت هالخطيه يلي هي مش خطيتها، وسكتت كرمال تعيش ببيت الله. هذا. نعم. الفرق بين الانسان نعم. وبعدك بدك تشارع جدك ولا خلص اليوم في رهبات، اليوم في بنت بتقدر تخدم؟ هذا احلى شيء بمارينا. نعم. هذا التمرد. صحيح. التمرد من الطفوله كانت متمردة. صح. وعلى كل حال الجد كان بده إياها تكون متمردة من جوا. مزبوط. يعني ما كان عندك مانع. ما في شك لك، ما هو مشان هيك لو ما بدي إياها ما كنت بالسر. نعم. قلت لها أنا رح علمك، رح علمك تتوصل تعرفي. لأنت حتى بالنسبة للمجتمع ما تنسى. صحيح. أنه الجد طبعا هو بالظاهر بيبين انه قاسي. نعم. يعني اذا حطيناه بالخلفيته التاريخيه واللي هي راهب من ذلك الزمان. ايه يعني في كان قساوي ايه مفهوم. كان بهذيك. نعم. الايام. نعم. للخورني وللرهبني الحزن ايه ما كان بمفهومنا اليوم. نعم. يعني مشان هيك هو بيبين شوي انه هيك بيعصب وقاسي شوي على الأولاد. وطبعا هي نسبة بالنسبة لهن البنات ما يتقدموا نحو المذبح، هيدي رافقة الكنيسة طويلة جدا. طويلا. صحيح. طويلة جدا. وإلا لما اضطرت مارينا أن تلبس ثياب الراهب. بأي حال مشوار مارينا مكمل صوب الشمال، مشواركم السينمائي مكمل ببيروت، وأكيد الناس رح يكون عندها فضول أكثر مثل ما تحج لحتى تلمس وتتبرك من هالجثمان، أن تعرف القصة وتشوف المناظر وترجع لسنة 700 وللقرن السادس حتى تكتشف مارينا أكثر. أنا بدي أتشكر حضوركم أستاذ منير عصري بقامتك وبزمنك التمثيلي، وكارمن بصيبس بالدمغة يلي دمغتيها من خلال مارينا مورينو. مرسي. أنا بس أهلا وسهلا. أدعي الناس أنه بس نذكرهم أنه هيدا. نعم. فيلم في له هوية، وهو حجر أساس بإعادة الثقة بالسينما اللبنانية. أنا بتمنى أنه ينزلوا على الأبراج محل ما عم نعرض الفيلم،
وفي نعم. وقت طويل رح يضل الفيلم. نعم. إن شاء الله. ونحن ما نتابعه الآن في الشاشة عم نشوف توني فرجالة كمان وعم نشوف ضمن لوح زجاجي وضمن سيارة رح تبين من خلال مارينا بجثمانة بالطريق والمواكبة ستبدأ من الآن. ومنذكر الناس أنه عبر الـ LBC الساعة 5 مباشرة رح بتشاهدوا وتصلوا مع الـ LBC ومع غبطة البطريرك بالقداس الاحتفالي بوصول جثمان القديسة مارينا. قبل ما استضيف الأب إبراهيم يلي هو يعني تحديدا المتقدم في الكهنة الحارث إبراهيم خادم رعية مارلياس للروم الأرثوذكس في بيت مري، رح نكون مع تقرير دكتور راي معوض عن القديسة مارينا وبريك مباشرة ثم نعود إلى حوارنا. شكرا كارمن بصيبس والأستاذ معصري. شكرا. أقدم قصة لمارينا باللغة السريانية من القرن الثامن وكتب بدير من جوار أنطاكيا. وهالقصة هي كومن موحدة بين الكنيسة المارونية والكنيسة الروم كنيسة الأرثوذكسية، تراث بعدين الموارنة طوروها وطبعوها للبنان بجبل لبنان بوادي أديشة. مارينا هي بتحمل أكثر من غير حياة قديس، غير أكيد القديس مارون، تحمل كتير رموز واختصاصات من التراث الروحاني الماروني. أول شيء تقشف مارينا وقت انطردت من الدير يلي كان دير الأنوبين بالنسبة للموارنة، انطردت من الدير عاشت حسب حياتها وحسب القداس كمان، عاشت تحت الشمس والمطر والثلج، وهيدا بيوحي كتير على اختصاص التقشف الماروني بالنسبة لمرمرون. هو مرمرون يلي عمل ميزته بشمال حلب وقت كان هو هارمت بمنطقة قورش، كان معروف مارون بهالتكشف، كان يقعد تحت بدون فصل بين هو والله. هيدا كان طموحه انه يضل دايما كل السنة بالبرية وبعلاقة مع الله. I'm a breakfast person.